سيسكوري. طبعا اللي غادي يتكلم وغادي يعطي معطيات حول يعني العرض الذي قدمه اليوم في اجتماع مجلس الحكومة الذي يتعلق بالأوراش الكبرى الذي جاء ك يعني استراتيجية جديدة للحكومة من أجل يعني توفير مجموعة من فرص الشغل للشباب، خاصة الذين لا يتوفرون على يعني مؤهلات أو شواهد. إذا كما قلت انعقد اليوم اجتماع لمجلس الحكومة ترأسه السيد الرئيس عز أخنوش، خصص لتداول في عدد من مشاريع النصوص، منها مشروع قانون ومشاريع مراسيم، وأيضا الاستماع إلى العرض حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل، الذي سوف يتكلف زميلي سيد الوزير المحترم لتقديم أبرز عناوينه وخطوطه العريضة. وفي بداية أشغال هذا الاجتماع، النموذجات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيز العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق. وذكر السيد رئيس الحكومة ضمن تفاصيل هذا المنجز أن 1650 موثقا عقاريا شرعوا منذ 15 سبتمبر 2021 في إيداع ملفاتهم بشكل كلي إلكترونيا عبر المنصة الرقمية الشديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. إثر ذلك ناقش أو تداول المجلس في مشروع قانون رقم 8221 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وقرر المجلس طبعا المصادقة عليه. وفي نص البيان الذي سينشر هناك يعني تفاصيل أوفى حول هذه النصوص القانونية. طبعا يأتي مشروع هذا القانون من أجل ملائمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، هادفا على الخصوص إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين. هذا القانون هذا مهم جدا، لأنه يتيح لجميع الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين أنهم هم ينتجوا الطاقة الكهربائية، إما عن طريق الألواح أو عن طريق أي وسيلة من الوسائل وحقنها في الشبكة الوطنية. وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 21604 بتغيير المرسوم رقم 18181 بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيز العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع رقم 21605 بتغيير المرسوم رقم 21318 في شأن إجراءات التحفيز العقاري، قدمهما السيد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذان المرسومان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لا سيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها بتجويدها وتقليص كلفة وأجال المعالجة. ومن أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيز العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات. ومن جهة أخرى عرفت أشغال مجلس الحكومة الاستماع إلى عرض قدمه السيد يونس كوري وبحسو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل. وسيرا على عادتي في هذه الندوة الأسبوعية، سيما استضافة السيدات والسادة أعضاء الحكومة للتواصل مع المواطنين والمواطنات عبركم مباشرة والتجاوب معهم بشأن القضايا ذات الأولوية، كلمة لزميلي الوزير المحترم لتقديم تفاصيل أكبر، ثم بعد ذلك سوف أعود لأخذ الأسئلة
وطبعا السيد الوزير المحترم سيجيب على المرتبطة بالعرض الذي قدمه، وأتولى الإجابة إن شاء الله على البقية. تفضل السيد الوزير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الوزير المحترم، السيدات والسادة أعضاء جسم الصحافة. أنا سعيد بهذا اللقاء اليوم الذي تلا العرض الذي قدمته أمام أنظار أعضاء الحكومة فيما يخص ملفا يحظى بأهمية بالغة على جميع المستويات في بلادنا. كما لا يخفى عليكم، تعلمون أننا نعيش تحت وطئ الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية منذ زهاء سنتين اليوم، ومن لا شك أن هذه الأزمة أفرزت عدد من الأمور أو واقع جديد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يمس فيما يمس عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين. ومما لا يخفى عليكم أن عددا من المواطنات والمواطنين قد فقدوا مناصب الوظائف نتاعهم، وأن عددا من المواطنات والمواطنين لا يعيشون في ظروف تبعث على الأمل، لا سيما وأن الدخل اللي كان عندهم ما كاينش. فمنهم من فقد الوظائف ديالو لان القطاعات التي ينتمون اليها عندها اشكاليه حقيقيه مرتبطه بالازمه، ومنهم بطبيعه الحال من كذلك فقد هذه الوظائف لعدد من الاسباب. لكل هذه الاسباب ووعيا من الحكومه في برنامجها الحكومي بضروره مواكبه شرائح واسعه من المجتمع المغربي من هذه الفئه بالذات، ولا سيما الناس اللي ما عندهمش شهادات، لان الصعوبه نتاعهم باش الولوج وباش يدخلوا في يعني يرجعوا لسوق الشغل صعوبه واضحه وجليه. فالحكومه فكرت على انه اولا لا يجب ان ننتظر التعافي الكلي للاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته، فهذا تيدخل في اطار واحد السياسه تفاعليه، ان بوليتيك بروكتيف نتاع الحكومه اللي تتحاول فيها تستبق الامور وتوفر واحد الاوراش. طبيعه الحال هذه الاوراش لا يمكن ان تكون الا مؤقته، لانها تاتي بطبيعتها في مرحله انتقاليه للاقتصاد الوطني. علما هذا الاقتصاد يتعافى في جميع القطاعات نتاعو ويوفر المناصب ديال الشغل التي نطمح اليها جميعا في جميع المجالات. وبالمناسبه بلا شك السيد الوزير المحترم جاكم في لقاء سابق باش يتكلم على واحد العدد ديال الامور اخرى، منها القضيه نتاع الاستثمار وما الى ذلك. في الافاق الزمنيه التي نعمل عليها في الحكومه هي نتاع الافاق، كاين الافق نتاع قانون الماليه ديال 2022، وحنا بغينا نكونوا يعني واجدين وخدامين باش يخرج للوجود في الأسابيع القليلة المقبلة مع بداية السنة بإذن الله. وكاين الأفق نتاع البرنامج الحكومي، وكاين طبيعة الحال الأفق الثالث المهم والأساسي اللي عنده علاقة مع النموذج التنموي نتاع بلادنا اللي هو 2035، باش ما نديروش شي حاجة اللي تتخالف هذه الآفاق هذه. فبالنسبة للموضوع الذي أشار إليه السيد الوزير المحترم، أولا بعد لقينا واحد السمية لهذا البرنامج هذا، لأن الجملة ديالو شوية طويلة، غنسميوه بإذن الله برنامج أوراش. أوراش بالفرنسوية وبالعربية اسمه أوراش. وهذا البرنامج كما تفضل السيد الوزير المحترم يهدف إلى توفير 250 ألف يعني فرصة لمزاولة نشاط مهني. بطبيعة الحال سوف تكون هذه الفرص على المستوى المحلي والجهوي، ويجب على هذه الفرص أن تستجيب لحاجيات حقيقية معبر عنها إما من طرف القطاعات الوزارية على المستوى المحلي، إما من طرف الجماعات الترابية،
وكذلك مختلف الفاعلين اللي تتعرفوا تيكونوا على المستوى المحلي والجهوي. هذه الفرص موجهة للناس بدون يعني تكونش ضرورة نتاع الشهادات باش يولجوا لهذه الفرص هذه. وقد عبأت الحكومة غير في سنة 2022 في إطار قانون المالية 2.25 مليار ديال الدرهم. يعني باش تخيلوا معنا هاد 2.25 مليار ديال الدرهم هذه ميزانية حقيقية ستصرف، ماشي دي غارونتي ولا شي حاجة، هادشي غادي يجيو غادي يتصرفوا. وهاد 2.25 مليار درهم سوف لن تصرف في تشييد البنايات، وفي راه سوف تصرف في إطار واحد العملية تتمحور على المواطن وعلى يعني العمل ديالو، ربما التكوين ديالو، ربما واحد العدد نتاع الامور. والفكره كيف ما قلت لكم هي برامج لن تكون على المستوى الوطني، سوف تكون على المستوى المحلي والترابي. ومساله اخرى هي انه بطبيعه الحال الحاجيات لا يمكن ان تكون الا حاجيات يعني تجينا من المستوى الترابي. في العمل الذي اتفقنا عليه اليوم وبغيت ناكد ونشير على هذه القضيه هذه، البرامج نتاع اوراش يعني في واحد عنده واحد المستوى النضج اليوم، ولكن مازالين حنا خدامين فيه، مازالين حنا خدامين فيه. وارتأينا مع السيد الوزير ومع اعضاء الساده السيد رئيس الحكومه واعضاء الحكومه اننا ما نتسناو شيء حتى نكملوا جميع التفاصيل ديالو عاد نجيو نتكلموا معكم، ولكن في اطار واحد المقاربه جديده كذلك وحنا خدامين تنكملوا هذا البرنامج هذا، نجيو ونقاسمكم يعني الـ 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 الإعلان على أنه راه شيء جدي وعملي وكاين فرق عمل. وقد حديت يعني بشرف التقاء عدد من السادة الوزراء باش نتكلم معهم على ماهية هذه الأوراش التي يعني تتلائم اختصاصاتهم في التربية الوطنية، في الفلاحة، في التجهيز، في الشبيبة والرياضة. فالشبيبة اسمحوا لي الرياضة كاينة، شفت الرياضة مع وزير التعليم. ولأني من غير هذا الشيء قمت بواحد زيارات جهوية أيضا، درت ثلاثة ديال الجهات واليوم غادي نمشي لجهة واحدة أخرى. درت مراكش ودرت الدار البيضاء ودرت سوس، واليوم إن شاء الله بإذن الله في هذه الأشياء غادي نمشي لوجدة باش نشوفوا كذلك. والاسبوع المقبل غادي حتى نكملوا ان شاء الله في هذه الجوج ثلاثه الاسابيع. تتعرفوا كاين الاكراهات، ها قانون الماليه هكذا الى اخره. الله بدينا وتبارك الله موجود موجود الخير. فالفكره هي حتى في الطريقه كاين طريقه تشاركيه مع مختلف الفاعلين، لا لشيء الا لانه لا احد يمتلك الحقيقه، ولو ان الوزاره التي اتشرف اليوم بتسييرها مرتقى ديال سيدنا الله ينصرو هي زعما وزاره عندها في الاختصاص هذه الامور، ولكن راه ماشي هي الوزاره التي تمتلك الحقيقه. وبالتالي نحن تنسمعوا للجميع، مختلف الفاعلين، مختلف المستويات. واشاطركم الراي يعني اقاسمكم يعني ما 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 وجدته من تفاعليه ومتجاوب من مختلف المتدخلين، وخصوصا من اغناء لهذا المشروع لا سيما في الحكمه ديالو اللي احنا مازالين خدامين عليها باش نتاكدوا انها تكون في المستوى الترابي المناسب. ونطول شيء عليكم، تشكركم جزيلا على حسن الانتباه ديالكم والانصات لكم. شكرا. شكرا السيد الوزير محترم. طبعا كيف ما قال السيد الوزير المقاربه هي مقاربه يعني تشاركيه منذ البدايه. العرض تقدم يعني اليوم مباشرة، كان لقاء معكم باش تبقوا على اطلاع دائم على التطورات التي سيشهدها هذا الورش المهم جدا والذي تعول عليه الحكومة فاش توفر هذاك 250 ألف منصب شغل لأشخاص في الحقيقة يحتاجون لهذه الفرص. أفتح فدوى نمرابتي ثم شاكر، مشي شويه هكذا وهكذا، حليمه ثم نيشان. نيشان
هشام جود سي سعيد يلا كل شيء غادي ناخذوه سي الجرح هيبة بريس واخا يلا إيفي اوكي تي في 3 اول فبراير باردون اسمح لي ابي بريس فاروق ياك سيدي احنا غنشوفوا كلشي القدام واللور وكلشي الاسم قناة الحرة سي فوي العمق ياك سيدي العمق المدار باردون اسمح لي فبراير صافي زبيري بعد يا زبيري يلا سيدي يلا فدول مرابطي صباح الخير السيد الوزير فدول مرابطي مراسلة قناة الغد سؤالي لكم بصفتكم ناطق رسمي الحكومة المغربية سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان بعد أن ظل هناك تقريبا 6 سنوات وقلتم أن هذا السحب يأتي لمراجعة هذا القانون بشكل شامل في وقت أن هناك يعني أحزاب سياسية تنتقد هذا التوجه وتقول أن هذا التوجه من طرف الحكومة هو من أجل تغيير هذا المقتضيات التي تضمن هذا المشروع خاصة ما ردكم على هذه النقطة بالنسبة للسيد سكوري في إطار يعني استراتيجية وزارته من أجل التشغيل ارتفاع مؤشرات البطالة ونسب البطالة نتحدث اليوم عن أزيد من 11% كنسبة البطالة وهذا قد يكون انخفضت يعني حسب المندوبية السامية للتخطيط هذه النسبة هذه أكيد مفهومة بالنسبة لتداعيات الجائحة العالمية لكن السيد وزير تحدث عن خلق فرص الشغل بالنسبة للأشخاص بدون يعني شهادات في حين أن تقارير المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن ارتفاع هذه النسبة بالنسبة للأشخاص حاملي الشهادات خاصة ما بين تقريبا أعتقد 19 سنة 24 سنة ما هي استراتيجية الحكومة في هذا بالنسبة لهذه الفئة الحاملي شهادات أيضا بالنسبة للمرأة هناك تقرير تطرق إلى تراجع نسب ولوج أو تمكين المرأة اقتصاديا ونساء ضاعت عليهن فرص كثير فرص العمل خاصة في هذه الجائحة العالمية أيضا ما هو توجه الحكومة أيضا بالنسبة للتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاع الغير مهيكل شكرا سي شاكر محمد شاكر موقع 360 سيد الوزير المحروقات تتعرف في الساحة الدولية أثمنة مرتفعة واش الحكومة فكرت في واحد ميكانيزم آدية لجعل من هذه الأثمنة تبقى مستقرة في المغرب وأن الدولة تتحمل عبء هذه الأثمنة السؤال الثاني وهو ما يخص الباس فاكسينال هناك يذهبون إلى الخارج وفي الرجوع يلزم عليهم البي سي ار هذا موقف ربما متناقض كيف الباس فاكسينال يسمح لهم بالخروج وفي الدخول إلزامية الباس البي سي ار شكرا سي شاكر حليمة السلام عليكم أول سؤال المحكمة الدستورية قامت بتجريد 10 نواب من برلمانيين من مناصبهم داخل مجلس النواب نظرا لحالة سنافي في حين أنه لم يتم تجريد رئيس الحكومة من منصب رئيس جماعة منصب الجماعة لكي ترأسها في أكادير هل فعلا وجهت أحزاب الحكومة رؤساء الفرق البرلمانية الأغلبية للصمت تم يعني إدلاء بتصريحات لتخفيف الانتقادات. السؤال الثالث خلال تعيين الحكومة قلتم أن المغاربة سيلمسون التغيير مباشرة بعد تشكيلها لكن يبدو أن العكس هو الذي حصل. ما انتقادات
نيشان مرحبا سيد الوزير، هشام العمراني موقع اشكن. بدايه بين قوسين مزيانه هذه الاستراتيجيه اللي درتو ديال كراتيك رسمي، انكم تحضروا معكم وزراء يعني المناقشه ما هو رائج او ما تناقشوا. كنت كنعتقد انكم غتحضروا اليوم عبد اللطيف وهبي على اساس ان الموضوع اللي متداول بشكل كبير على مستوى الراي العام هو الموضوع ديال سحب مشروع القانون الجنائي، خصوصا ان هاد القضيه تلخصت في واحد البوند منه او واحد الماده او شنايا، وهي قانون الاطراء الغير مشروع. الا تعتقدون سيد الوزير ان هاد السحب كان ماشي في وقته، خصوصا ان الحكومه البدايه ديالها بدات ما نقولش تعثرات، وانما مجموعه تاع الاشكالات، احتجاج على الجواز التلقيح، الاحتجاج على الاسعار وما الى ذلك، وانكم تقدمون هديه مجانيه لمن يريد يقول لك وها الحكومه اللي كنتوا باغينها ها تستحق حسن او لا كيفاش قلتوا له. السؤال الثاني هو الان تلاحظوا عبر العالم تصاعد وتيره الاصابه بفيروس كورونا، مثلا الصين علنت مؤخرا على شي فيروس سميتو هيهي ولا بحال هكا سميتو هيهي سميتوها تفضل سي والمانيا علنت لاول مره تسجيل اكبر حصيله ل 50,000 ربما في يوم، فرنسا كذلك. وما واش هذا وان واش غيعنيهم ولا ما غيعنيهمش واش واخا لك مزيان. سؤال اخر اظن ان لخذت الحكومه القرار فيه كاع المغاربه غيصفقوا له هو الساعه الاضافيه. اعتقد ان الساده الوزراء كانوا يخرجوا في ديك الصباح مع وليداتهم المدرسه والله تيحيدوه. سؤال سيد سكوري اعطانا طولت يا سي هذا الاخر لا على حسب الزملاء هذا الاخر طولت وسعوا ما يصدركم هذا احنا مستعين الزملاء الاخرين كيتسناو زعما السيد الوزير هذا وقت ديالنا ندبروه بشكل جماعي. مرحبا اي شكرا اعتذر طرحوا قبل مني خمسة أسئلة أنا طرحت غير ثلاثة. السيد الوزير أعطانا خمسة قال ثلاثة أو ما سجلتهم تفضل أعطانا 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 معطيات غامضة ما عرفناش هاد الناس فين يخدموا وكيفاش واش في الإنعاش واش بعقود واش في هذا البرنامج ديال البريكولاج عفوا أوراش يعني ما عرفناش حبذا لو يوضح لنا أكثر فين يخدموا واش في السيكيريتي واش في الإنعاش كيفاش هاد المبلغ فين غيتصرف لمن غيتعطى على الأقل توضح الصورة وشكرا. شكرا كلمة السي الريحاني لا مكتوب عندي لا هشام عنده الحق هشام عبد الريحاني باردون سيد الوزير لدي ثلاث أسئلة مباشرة. السؤال الأول التصريح ديال الوهبي في برنامج تلفزي بخصوص ملتمس رفع ملتمس الملك العفو على معتقلي الاحتجاجات واش هذا قرار حكومي ولا اجتهاد ديال وزير العدل. السؤال الثاني بخصوص الاجواء امتى غتفتحوا الاجواء للسياح باش ينتعش هذا القطاع ويرجع الى نشاطه السابق. السؤال الثالث التواصل عند فيما يتعلق بهذا الشيء ديال اللقاح وشنو بعض الاحتجاجات تقال شي كلام غريب مقابل اللقاح ماسوني كان اللي كيقول شي امور غريبه جدا وشي كيأثر على الصوره ديال عمل التلقيح وربما كيساهم في تباطؤ العمليه. علاش وزارة الصحة ولا الحكومة ما تفعلش يعني طرق أخرى للتواصل وطرق أخرى مبتكرة باش يقنعوا الناس يمشيوا يديروا التلقيح وشكرا. شكرا سي هشام. سي الريحاني ثم سي القرح. شكرا سيد الوزير. نبدأ من الملاحظة الأولى حول مهمة ناطق رسمي باسم الحكومة
من خلال لقاءين اتضح أنكم تجلبون معكم الوزراء المعنيون بخلاف المرات السابقة والحكومات السابقة حيث كان الناطق الرسمي يتولى النطق بكل شيء. من يقف وراء المبادرة وهل ستستمر هذه السياسة التواصلية؟ سؤال موجه للسيد يونس كوري وزير التشغيل حول البرنامج الغامض الذي قدمه باستثناء التسمية الأوراش والرقم المعلن عنه للمبلغ المخصص للمبادرة ليست هناك توضيحات، مما يجعل السؤال المطروح ما الجدوى من تقديم مشروع غير مكتمل؟ شكرا سي سعيد. كلمة سي القرح. شكرا معالي الوزير. القرح أبو سليم كاب 24. سيدي لدي ربما سؤالين اثنين بعد التوطئة، هو أنه لا يمكن أن نقيم عمل الحكومة قبل 100 يوم الأولى. يتضح لي على أن هناك ارتباك بخصوص التواصل مع جميع الوزراء والوزارات المستهدفة مؤخرا بخصوص الإعلاميين من حيث خلايا التواصل بهذه الوزارات، حيث يصعب الوصول إلى المعلومة لحد الساعة بغض النظر عن تواجدكم أستاذي كناطق رسمي باسم الحكومة، وهذا لا يكفي لانتظار أسبوع لنأخذ المعلومات. نقطة أخرى هي تتعلق بالزيادة في الأسعار والزيادات المهولة. لم يصدر لحد الساعة أي بلاغ ولا أي إشارة على أن الحكومة تنتبه لهذه الخرجات التي يعني ينظمها عدد من المحتجزين بموازاة مع جواز التلقيح. ثم الثاني والأخير كما أشطر الأخوين الذين سبقين في الموضوع المتعلق بإرجاء أو إلغاء المشروع المتعلق بالإطراء الغير الشرعي، فهل هذا مؤازرة من الحكومة لهذا العمل الشنيع؟ شكرا. شكرا. إفي ميكرو. قانون جنائي فقط نود، شكرا، نود معرفة لماذا قررت الحكومة القيام بهذه الخطوة. والسؤال الثاني موجه لسيد وزير الشغل بخصوص خلق 250 ألف فرصة شغل، يعني إذا ممكن يعطينا تفاصيل أكثر بخصوص يعني الأفق الزمني والمخصصات يعني المالية، واش كانت إذا ممكن يوضح لنا واش 2.25 مليار درهم وهي اللي معبأة أو هي إنيسيال، يعني شكرا. Bonjour messieurs, je voudrais vous interroger sur l'incident de l'avion Arabia à l'aéroport de Palma, l'Espagne. C'est pour savoir quel est le point de vue du gouvernement marocain et si la justice marocaine a été ouverte une enquête. Merci. Si. Oui, et moi je suis de la télévision espagnole. Je voudrais savoir la même chose, mais si après de l'enquête que vous avez peut-être va faire, si vous pensez fermer la page de Facebook Brooklyn parce que peut-être c'est la page qui a fait la provocation, peut-être pour les groupes de les jeunes qui sont partis dans l'avion. Merci. Merci. Farouk. شكراً سيد الوزير. في البداية عندي سؤال سي سكوري يتعلق بالبرنامج ديال الأوراش. شحال الفئة المستهدفة بعدا من هاد خارج هاد 250 ألف، شحال عندنا من الناس اللي ما عندهمش شواهد علمية وموجودين في سوق الشغل؟ السؤال الثاني في نفس الشق، كيفية الاستفادة؟ واش هادشي غيكون عن طريق قروض ولا غيكون إدماج مباشر بحال داكشي ديال الإنعاش الوطني؟ ما فهمناش زعما إذا كان ممكن شي تفسير في هاد الجانب. سؤال آخر سيد الوزير، تقريبا لمدة 4 أسابيع أو 5 يخرجوا كذلك صحفيين أجل الأداء ديال المهام ديالهم. فهذا الخروج ديالهم لأداء المهام كيتعرضوا لمجموعة من المضايقات من طرف رجال الأمن ورجال السلطة. وسمعنا أن باشا في مدينة الرباط كيقول كيعطي أوامر ديالهم من أجل الضرب ديال المصورين الصحفيين. ونعرفوا سيد الوزير واش الحكومة في قرارات من أجل حماية الصحفيين أثناء الأداء ديال المهام ديالهم. السؤال الأخير، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي وكذلك على المستوى الوطني، واش الحكومة ما كتفكرش اليوم من أجل إعادة فتح الشركة ديال لسامير من أجل تجويد
العمل ديالنا في قطاع ديال المحروقات. شكرا. شكون اللي طلب من بعد؟ ما كتبتش مزيان عذرين ما قدرتش نلقى. سيد الوزير، فاطمه بوغنبو، قناه الحره. قناه الحره. سؤال، ما هي رؤيه الحكومه بخصوص ملف الاساتذه المتعاقدين الذين اعلنوا تصعيد في واضراب وطني لمده 3 ايام؟ اباء واولياء التلاميذ يقولون انهم اول المتضررين. ما هي رؤيه الحكومه لهذا الملف الذي ما فتئ يعرف تصاعد وتشعب، ان شئنا القول؟ شكرا. شكرا. المدار 21. مساء الخير سيد الوزير. التصريحات التي أدلى بها السيد وزير العدل فيما يتعلق بإطلاق مبادرة، يعني تقديم مبادرة عبر ملتمس الملك محمد السادس لإطلاق سراح معتقلي الريف، هل هي مبادرة شخصية أم مبادرة ستتبناها الحكومة؟ فيما يتعلق بسحب مشروع القانون الجنائي، هناك من طبعا كاين انتقادات في الموضوع، لكن هناك من ربطه بنقطتين اساسيتين. اولا، يعني النقاش الذي دار حول تجريم الاطراء غير مشروع، وتحدث عن نيه الحكومه ل يعني سحب هذا التعديل او ادخال تعديلات اخرى. النقطه الثانيه، هناك من ربط هذا السحب بتوجه الحكومه لادراج تعديلات اخرى تتعلق بالحق، يعني الحريات الفرديه، أساسا الفصل 490 من القانون الجنائي. هل من توضيحات بهذا الخصوص؟ شكرا لك. شكرا. فبراير. عماد بن الشي، فبراير.com. عندي السؤال الأول موجه للسيد الوزير السكوري. بغينا نعرفوا مدى تقاطع برنامج أوراش مع البرامج لقائمة الذات مرتبطة بالإنعاش ومرتبطة اللي تعمل في إطار التعاون الوطني، وبغينا نشوفوا شنو هما المعايير اللي تعتمدوها في صرف هاد 2.5 مليار درهم للجامعات. واش غيكونوا عندكم شي معايير ترتبوا الجامعات بناء عليه؟ واش غتتم شي مواكبة العملية ديال التنزيل؟ يعني حنا تنعرفوا هاد البرامج غالبا ما تيعتريها بعض السلوكات ديال يعطى الافضليه لبعض الشخص على بعض الاخر. من جهه اخرى، بغينا نشوفوا بخصوص الطاقه، انتاج الاشخاص الذاتيين والمعنويين للطاقه، واش الا كان واحد الانتاج يفوق الحاجيات ديالهم واش يمكن يبيعوه للمكتب الوطني للكهرباء؟ وكيفاش غتتم العمليه والانفراستركتور واش متواجده اللي غتمكن ان ضخ هاد الكميات من الطاقه الكهربائيه داخل هذا؟ سؤال اخر، مؤخرا الجزائر يعني صدرت واحد القرار انها تتمنع اسبانيا من انها تعيد تصدير الغاز ديالها للمغرب، يعني من بين الحلول اللي كانت مقترحه انه اعاده استغلال انبوب ديال تصدير الغاز الجزائري لإسبانيا، يعني في استيراد الغاز من إسبانيا لسد الحاجيات. واش هاد العملية يعني هناك بديل غيمكن أننا نخدموا الطاقة المحطة ديال تهدرت ديال إنتاج هذا؟ وشنو هو هاد البديل هذا؟ وبغينا نشوفوا فين وصلت المناقصة بخصوص المحطة العائمة ديال الغاز السائل. شكرا. الزبيري، عادل الزبيري. مرحبا مع الملاء الصحفيين والصحفيات. تصريحات وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب أثارت الكثير من التفاعل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. طريقة تدبير الحكومة المغربية الجديدة لجواز التلقيح أنتجت حركة احتجاجية خرجت في ثالث احتجاجات في مدن المغرب في نهاية الأسبوع. ألا تعتقدون معالي الوزير أن ملحمة كورونا مع جواز التلقيح تتحول الآن إلى أولا حركة احتجاجية اجتماعية تطالب
بإلغاء الجواز، والآن هي أيضا تطالب بتدبير كل ما هو معيشي اجتماعي. نحن الآن فعلا أمام حركة احتجاجية اجتماعية. ومن جهة ثانية حتى الذين كانوا يرغبون في الذهاب إلى التلقيح عبر صفحات مجموعات مغلقة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، هنالك مطالبات واضحة بمقاطعة التلقيح. هل من تعليق حكومي؟ أشكركم جزيلا. شكرا سي زبيري. إذا سمحتوا لي غنعطي الكلمة للسيد الوزير ربما باش يتكلم في الموضوع المرتبط بأوراش، ثم نجاوب على النقط الأخرى. تفضل سيد الوزير. سمحنا شكرا سيد وزير، شكرا سيدات والسادة الصحفيين. هو كما جاء على يعني في واحد عدد ديال الأسئلة ديال الطلب بعد التوضيحات، طبيعة الحال نحن نعمل اليوم تقريبا هذه 4 ديال الأسابيع باش نعمل على بلورة هذا البرنامج بشكل واقعي وعملي. البلورة ديال واحد البرنامج اللي تدار لأول مرة في تاريخ المغرب بهذا الشكل وبهذا الحجم هو أمر جدي، ويحتاج إلى استقاء معطيات، ويحتاج إلى تداول مع مختلف الفاعلين والمختصين. وهذه هي الدينامية اللي طلقناها في الحكومة منذ 4 أسابيع تقريبا، رغم أنه كما تتعرفوا الأجندة شوية مع قانون المالية ومع واحد عدد ديال الأمور جات كلها في وقت واحد. وإن كنت قد تقاسمت معكم اليوم بطبيعة الحال بعض العناوين نتاع البرنامج، فهذا لا يعني أننا يعني لم ندقق فيه. الموضوع الأول كاين أنا اليوم اللي بغيت اقتراح مع السيد الوزير هو أننا نعطيكم أولا الطريق اللي احنا غاديين فيها وبعض المبادئ الأساسية التي يريد هذا البرنامج أن يجعل منها يعني طريقة جديدة في التعامل مع هذه الإشكالية هذه، والتوطين ديال هذا البرنامج في السياق دياله اللي هو سياق انتقالي للاقتصاد الوطني ما بين واحد المرحلة تتعرفوا واحد المرحلة أخرى اللي بدأت كتسم فتحات مثلا هذا الشيء نتاع يعني لقينا شيء ندخلوا لديورنا مور نقدروا نخرجوا مور 11 ديال الليل ونقدروا نتنقلوا طبيعة الحال باستعمال الجواز. المبدئيا القضية هي أنه لما أقول أن من شروط للولوج لهذا البرنامج إن شاء الله الشهادة ليست شرط، هذا لا يعني أن هذا أن اللي عنده ديبلوم لن يستفيد من هذا البرنامج. احنا غير قلنا أنه الشهادة ليست شرط، إذن هذا ليس برنامج موجه استثناء للأشخاص اللي ما عندهمش لديبلوم. وكما لا يخفى عليكم هذا الشيء نتاع ديبلوم وسيرتيفيكا إلى آخره راه وقع واحد التحول في هذه السنوات الأخيرة في هذه الشهور الأخيرة في العالم كله. فحتى اللي عنده شي شهادة أو شي تكوين في واحد المجال ربما القطاع ديالو فيه إشكالية، فراه بحال في واحد الوقت إلا غادي يمشي يحاول يعمل في واحد المجال واحد آخر. فحنا قلنا كحكومة ما غادي شيء نوضعوا واحد شروط للولوج إلى البرنامج، هذه أولا. ثانيا وكما جاء في عدد من الأسئلة الأفق الزمني راه تعلن عليه في قانون المالية والبرنامج الحكومي ديال سنتين، سنة نتاع 2022 بإذن الله والسنة نتاع 2023 بإذن الله، مع أهداف ديال 125 ألف مستفيد سنة 2022 و 125 ألف مستفيد في سنة 2023. طبيعة نتاع هذا النشاط المهني كيف ما قلنا هي أوراش يمكن أن تشمل واحد العدد ديال الأمور اللي فيها يعني من ربما دعم اللي يقدر يكون في قطاع ديال البريسكولير، يقدر يكون في المسائل نتاع لو جارديناج، يقدر يكون في المسائل نتاع البني، يقدر يكون في المسائل نتاع يعني الأوراش اللي تتكون يعني موسمية في قطاع مثلا نتاع الشباب ديال المخيمات، يقدر يكون في بعض في القطاع الثقافي كذلك إذا كانوا بعض المنشآت التاريخية اللي خسر ربما ترميم إلى آخره.
يقدر يكون في ما يسمى أوراش يعني مؤقتة ديال لابوان، إذا كان الأرشيف ولا كان الرقمنة اللي خصها واحد يدعم لها مهمة في واحد المرحلة يعني مدققة. ولكن ما نساوش أن هذا ليس هو البرنامج الوحيد الذي جاءت به الحكومة. طبيعة الحال ربما لا يسع الوقت وحنا مازالين خدامين كذلك، راه كاين برنامج آخر غادي يجي وقته بإذن الله، وراه تعلن عليه في البرنامج الحكومي وفي قانون المالية، وبرنامج فرصة اللي عنده غلاف مالي ديال 1.25 مليار. تتضاف لهاد جوج المليار فاصلة 25 ديال أوراش. وكيف ما جاء في الأسئلة ديال بعض الإخوة الصحفيين والأخوات الصحفيات، فرصة هو الذي يعنى بالمقاولة وبخلق المقاولة، وماشي ضروري مقاولة كبيرة، يعني مقاول ذاتي، مقاولة في مختلف يعني، وحتى الكوبيراتيف يعني حتى التعاونيات. وحنا راه خدامين بالموازاة على مشروع فرصة، وغادي يكون إن شاء الله الفرصة باش نعاود ونرجع لكم ونقدم لكم يعني بعض الأمور العملية في هذا المجال. فكاين واحد الباقة ديال البرامج تنخدموا عليها، ولكن أضيف إلى هذا البرنامجين الآنيين الاستعجاليين اللي عندهم واحد الهدف محدد في الزمن، واللي احنا يعني معبئين لهم، لأن هاد البرامج كما تتعرفوا 125,000 راه واحد خصو واحد التنظيم نورغانيزاسيون باش ما نطيحوش. كيف قلتوا ولكم الحق في ذلك، باش ما نطيحوش في بعض الارتباك على المستوى التنظيمي. يعني حنا راه ما مولفينش بهذا الشيء في الحكومات السابقه، ما مولفينش بهذه العمليه ديال غوندور ناتور. لو بغينا نديرو فقط انه يكون واحد الدعم ويتوزع للفئات، احتجنا الى هذا اللقاء ونجي نقول لكم، راه نقول لكم راه كاين شي بركه غادي تمشي عند الناس والسلام. ماشي هذا هو الهدف. فموقع ديال البرنامج هو باش يرجعوا الثقه في نفوسهم، ولا سيما الشباب، راه لو طول شوماج ما بين 15 و24 وما بين 25 و34، راه 30% ربما نقصت شي شويه و20%. وتتعرفوا كيفاش تحتسب لو طول شوماج؟ باش تجاوب على السؤال ديال طول شوماج، راه الشوماج ماشي تيعني ان الانسان راه خدام وكيتخلص وبواحد الشروط طول شوماج، راه تيعني انه ربما في بحث عن شغل، كاين واحد العدد الناس تيتحتسبوا وهما راه ما عندهمش دخل، وخا خدامين تيعاونوا والديهم وتيعاونوا هذا وتيخدموا في واحد العدد الامور. فولو ان الارقام مهمه ولو انها اساسيه، ولكن خصنا نهبطوا عند الناس باش تنشوفوا المعاناه الحقيقيه اليوميه ديال الناس، لان القضيه قضيه دخل ايضا، ماشي غير قضيه ممارسه نشاط مهني. دونك حاول وكيفاش تيقولوا حقكم علينا شي شويه، لان مازال غنرجعوا عندكم في هذا الموضوع. بغينا دابا غير زعما نفتحوا معكم المذاكره والنقاش في هذا الموضوع. علاش؟ باش ملي نديروا الورشات الجهويه وملي نعاودوا نديروا اللقاءات الاخرى اللي سوف تكون على مستوى مجلس الحكومه وربما على مستوى لجان في الحكومه مختصه، غتكونوا عارفين بعدا علاش تنهضروا وهذه السيروره وهذا المسلسل، باش نوصلوا جماعيا في الاسابيع المقبله المسائل المدققه وبما في هذاك الشيء تكلمتوا عليه. مثلا كان واحد السؤال فيه توزيع الاهداف وتوزيع الميزانيات حسب الجهات الى اخره. بطبيعه الحال حنا بدينا هذا العمل وبشرناه يعني مع الساده يعني يعني مع جميع المتدخلين على المستوى الترابي، باش بدينا تنشوفوا شنو هما الاحتياجات. وتتعرفوا كاين واحد الجهه عندها واحد يعني فوكاسيون معينه، كاين واحد الجهه اخرى عندها انفوكاسيون وحده اخرى، وبالتالي الفكره هي انه ما نديروش واحد البرنامج عام وعمومي وملي نجيو نديروه في ارض الواقع نحصلوا، لان بغينا نديرو وان ستوب شوب، يعني دوز لهنا راه نفس المساطير للجميع. واحد البرنامج جيومتري فاريابل باش حتى حنا نتاقلموا. اذا الى لاحظتوا كنحاولوا نغيروا من المقاربه، يعني مع الدخله في البرنامج ما فكرناش فيه بشكل وطني، فعلي عطينا شوية الوقت على المستوى الجهوي والترابي باش نستقيو المقاربات ديالهم في إطار ما يسمى بلي بلاتفورم، حيت يكونوا دي بلاتفورم خدامين فيهم المجال الجمعوي وفيهم واحد العدد ديال المتدخلين اللي تيديروا بعض البشارية زعما تبارك الله ديال لومبلويابيليتي ديالهم. اللي بغيت نأكد عليه هو الهدف هو أنه هاد الناس هادو اللي عانوا في انتظار
أن يتعافى الاقتصاد. وانتم تعرفوا قطاع قطاع، تبارك الله عليكم، راكم عارفين القطاعات كلها. أن يتعافى الاقتصاد وأن يوفر يعني الفرص المهمة، والحكومة راه خدامة على هذا الشيء كيف ما قلت لكم وكيف ما قال السيد الوزير المحترم. فهذه سياسة تفاعلية بروأكتيف آنية واستعجالية، عندها علاقة مع حاجيات حقيقية. إلا كان شي مدرسة في العالم القروي ما كاينش الشيفور اللي غادي يسوق مثلا بالنقل ديال، إلا ما كاينش راه ما كاينش، إذن أوراش يقدر يعاون في هذا الاتجاه، وكذلك عدد نتاع الأمور. إذن الفكرة، ولكن ما بغيناش يجيو الناس ونعطيوهم الدعم ويمشيو، ماشي هذه الفكرة. هادو ناس بغاو أنهم يسترجعوا الثقة، ويكون عندهم ربما واحد الجزء ديال التكوين في بعض الأمور من هذا الشيء هذا، ونواكبوهم شوية، ولكن على أساس أنه غتكون واحد العمل ميداني ويستجيب للحاجيات، وراه زعما مجهود استثنائي من ناحية الميزانية. ما عمر الميزانية ما غتكفي، اللي درنا ما عمر الميزانية غتكفي، ولكن مجهود استثنائي يعني في حقيقة غير مسبوق. ولهذا حنا تناخذوا شوية الحيطة، لأننا نؤتمن كما قلتم على هذه الأموال، لأنها غادية لواحد المستفيدين وخصها تمشي عند دوك المستفيدين، وحنا دابا راه خدامين في المساطر اللي ربما غنقدموها لكم في أقرب وقت ممكن. بطبيعة الحال هذا البرنامج هذا حنا علاش اختارينا من الأول؟ وأنا أول حاجة درت مشيت مع الحدة، خدمنا الحد والسبت يعني في الجهات. علاش؟ لأن ما بغيناش فعلا تكون برامج مصوبة هنا في الرباط، وملي كنمشيو على المستوى الجهوي كتهضر مع رئيس الجهة كيقول لك والله يخليك أنا، حيت راك عرفتوا الدورات ديال الجهات والجماعات راه عدازو الدورات اللي داروا فيهم الميزانية. كتجي عنده كتقول له حنا الله يخليك حنا دابا في الرباط جالسين وداك الشيء، شنو بغينا نديرو؟ كيقول لك الله يخليك أنا راه دوزت في الدورة ديالي الميزانية، وراه في هاد الدورة دارت عندي الترصيف مثلا والتبليط ودرت كذا وكذا وكذا. باش ما ندير شيء إعادة استعمال هادو يعني ميزانيات كلها ديال 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 بلادنا. فالفكرة هي أنه تنقولوا الله يخليك شوف أنت داكشي اللي عندك وكيفاش يمكننا نكملوه أو نجودوه، إلا كان عندك 1000 واحد دير 2000 أو 3000، وكذلك مع المستوى الجماعات الترابية وعدد من المتدخلين. وما غنفاجئكم شيء إلا قلت لكم ونهي في هذا الإطار، أنه يعني كانت مفاجأة جد سرة. انا تنعمل مولف زعما بالتريتوار الى اخره، ولكن ملي مشيت رغم ذلك لقيت واحد العدد ديال التجارب يعني رائده. غير هو الاشكال اللي كان عندها، ما عمر ما كان عندها واحد الدعم كافي باش دير لشال. دابا تلقى واحد الانسان تخدم مزيان في لانسيرسيون، هادشي ديال لانسيرسيون بصفه عامه، ملي كيشد 10 د الناس و 20 د الناس و 30 د الناس و 100 د الناس، لان راه هادو بشر خصهم اللي يستقبلهم، خصهم اللي يتكلم معاهم، خصهم اللي يسمع ليهم، خصهم واحد شويه ديال التوجيه. راه هاد الناس اللي جايين شي من فراغ، جايين راه عاشوا واحد الازمه وعاشوا واحد الامور. فحنا اللي تنشوفوا دابا هي كيفاش يمكننا نعاونوا هاد النسيج الاقتصادي والاجتماعي اللي عندنا باش نقدر يواكب عمليات من هذا النوع، وهذه ماشي بوحدها ان شاء الله، يقدروا يكونوا عمليات اخرين على مستوى اوسع، باش ما نديروا لهمش واحد المقاربه اداريه صرفه او لا ميزانيات صرفه، ونجي عندكم انا وندوز لكم طابلو وندير بريزونطاسيون باوربوينت ونقول لكم درنا 125000 اي سيدي راه جاوا 125000 ودازوا، ولكن ما غيكونش ديال بصح يعني دازوا، ولاني واش فعلا استفدوا؟ واش فعلا هاد الناس رجعنا لهم شويه ديال الثقه حسب الامكانيات المتاحه؟ زعما الغالب الله تنديروا جهدنا وهذا الشيء ماشي قليل. فهذه هي الفلسفه اللي وراء البرنامج، وكونوا على يقين انه راه تبارك الله واحد الفريق عمل كبير وكبير جدا متعدد الوزارات، ماشي غير الوزاره ديال الادماج الاقتصادي اللي خدام في هذا الشيء، وان شاء الله في القريب العاجل احنا خدامين يعني اسابيع فقط، ونرجعوا باذن الله مع السيد الوزير بامور دقيقه مدققه. ومرحبا بكم إلى كنا في الجهات كذلك، باش تنتوما تسمعوا الأفكار والاقتراحات ديال الفعاليات الجهوية والمحلية واقتصاديا واجتماعيا، التوفيق إن شاء الله، وشكرا لكم. شكرا السيد الوزير المحترم على التوضيحات المهمة اللي مرتبطة بهذا الملف. طبعا السؤال هو واش كنا ننتظروا تنوجدوا هذا المشروع هذا
ونكملوه عاد نجيو يعني نتواصلوا عليه. حنا ارضاء يعني الرغبات ديال الاخوه والاخوات الصحفيين اللي تنعرفوا بانهم ايضا يعني تيحتاجوا للمعلومه وتيحتاجوا يفهموا ماذا تفعل الحكومه علاش كتشتغل. قررنا انه ننطلقوا في هذا الورش التواصلي من الان ونبداو نعرفوكم يعني رويدا رويدا على شنو 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 كيتعمل في هذا الاتجاه هذا. وانا لا بد ما نشكر الاخوه والاخوات الصحفيين لان بالفعل هذه العوده ديال الندوه الاسبوعيه الصحفيه فعلا مهم جدا، ماشي فقط لكم ولكن مهم لنا احنا ايضا كحكومه، لان من خلالكم نستمع نفهم نستوعب يعني الانتظارات والاسئله اللي كتطرح على المستوى الوطني. غادي نبدا بالموضوع ديال القانون الجنائي اللي تسحب. القانون الجنائي يعني تم إيداعه بمجلس النواب في 2016. منذ 2016 حتى 2020 داز جوج ديال الحكومات، متغيرات كثيره وقعت. ثم من 2016 وهذا المشروع يراوح مكانه. شنو اللي فيه؟ فيه تقريبا جوج ديال المقتضيات ولا ثلاثه. اليوم المنظومه الجنائيه ديالنا في بلادنا واش فقط هاد جوج ديال الاجراءين هما اللي خصهم يتبدلوا؟ داخل هاد القاعه انا متاكد بانه الا درنا واحد العصف ذهني سريع غنلقاو بانه ازيد من 20 او 50 مقتضى قانوني في القانون الجنائي خصها تبدل. منها العقوبات البديله، وحنا كنسمعوا البارح مثلا يعني السيد المندوب السامي تيقدم الميزانيه ديالو كيتكلم على الحجم الكبير ديال السجناء والمعتقلين احتياطيا. ربما هذا واحد من المداخل الاخرى اللي على مستوى القانون الجنائي يجب ان تعالج. فمنين قلنا نسحبوا القانون باش نجيبوه في شموليته مكتمل ويخضع لنقاش وطني ويجي البرلمان ويتناقش ويجي فيه حتى هذا المقتضى هذا اللي تكلمتوا عليه، ما خصش تفهم بانه الحكومه عندها شي نيه باش انها تقفز على هذا الموضوع هذا. هذا موضوع موجود وبلادنا غاديه في هذا المسار ديال محاربه الفساد، والمؤسسات الدستوريه اللي كتشتغل في هذا الباب هذا معروفه، والتعهدات ديالنا على المستوى الدولي ايضا معروفه ويعني ومعترف بها، ما كاينش اشكال عند الحكومه في هذا الاتجاه هذا. السيد وزير العدل انا يعني ما كنظنش عنده شي مشكل باش يحضر، ولكن هو الان في البرلمان يناقش الميزانيه ديالو اللي كتعرفوا بانها برمجات باتفاق مع مجلس النواب. لولا هذا السبب لكان حاضرا اليوم لكي يتداول. لكن العرف شنو هو الان؟ العرف هو انه يجيو معنا وزراء اللي النقط ديالهم درجات في جدول الاعمال ديال مجلس الحكومه. الفكره ديال من؟ الفكره ديال الحكومه كامل وطبعا ديال السيد رئيس الحكومه. وانا سعيد جدا بهذا العرف هذا لانه ما كيخلينيش انا فقط نقدم اجوبه حول مجموعه القضايا، بل يتيح الفرصه للوزراء اللي شرفوا على يعني استراتيجيات قطاعيه او اللي جابوا قوانين انهم يقدموا معطيات بشكل دقيق وبشكل اوسع. هذا هو السبب ديال سحب القانون الجنائي. وانا نذكركم بواحد النقطه، واحد العرف مجموعه الدول الديمقراطيه هو انه حينما تاتي الحكومه تسحب جميع القوانين وكتجيب قوانين جديده. حنا في بلادنا القانون سواء منه الدستور او القانون الداخلي ديال مجلس النواب ومجلس المستشارين يتيح هذه الامكانيه للحكومه لكي تاتي بقوانين جديده. الان هنا السؤال ديال لماذا تم تجريد نواب وتم تجريد وزراء ولم يتم تجريد السيد رئيس الحكومه؟ لانه ما كاينش تنافي، فقط ما كاينش تنافي بين وزير ان يكون وزيرا وان يكون رئيس ديال بلديه او لا رئيس وزراء ويكون رئيس بلديه. كاين تنافي ما بين البرلماني ورئيس بلديه اللي كتجاوز 300,000. اذا هنا من الناحيه القانونيه ما كاين حتى حاجه، ولو كان هذا الموضوع لكان رئيس الحكومه اول واحد جرد في هذا الاطار. اذا ما كاينش مشكل. دابا الان تكلموا على يعني البلاغ ديال الحكومه اللي خرجت البارح واللي كتكلم فيها. انا ما سمعتش بعدا شي واحد قال لي هذا البلاغ هذا ديال اخر الليل، لان حتى هو راه خرج البارح بالليل وما تحد ما قال لي ديال اخر الليل، ولكن ربما ما قالوش اخر الليل لانه ربما فيه بزاف فيه الانفراج. علاش تعمل هذا الانفراج هذا؟ علاش اليوم خففنا تو سامبلومون؟ لانه كانت واحد العمليه ديال التلقيح ناجحه، لانه المغاربه اليوم ملقحين، لانه حتى نسبه الاصابات هبطات. بمعنى هذه الحكومه
راه لا تشدد باش تشدد، بالعكس كلما كانت الامكانيه ديال التخفيف راه تنخفوا، بل على العكس مشينا ابعاد وقلنا الجنائز والاعراس، لان من خلال توصيات ديال اللجنه العلميه، من خلال الوضعيه اللي كتعطينا وزاره الصحه واللي كتبين الحمد لله الوضع اخضر، راه ما يمكن الحكومه الا، لان الحكومه محتاجه لعوده النشاط الاقتصادي، محتاجه لعوده ان الناس تشعر بحياه طبيعيه، وهذا اللي غادي. لكن انا احذر مره اخرى، يجب ان نلتزم بالاحترازات وبالكمامه، وبانه ما نبالغوش في هذه الانفتاحات اكثر، لانه لا قدر الله شفتوا ماذا يقع الان في مجموعه من الدول الاوروبيه وانتم تكلمتوا عليها. الباس فاكسينال وهذا 24 مليون اللي مشاو داروا التلقيح راه هما اليوم اللي يمكنونا باش نكونوا في هذه الحاله الوبائيه. فراه لا مناص، لا مناص ولا مخرج الا بالتلقيح. ف نتفهموا النقاش اللي يمكن يكون، ولكن ملي كتشوف دول عتيده ديمقراطيا سياسيا حقوقيا في اوروبا ومطبقه الباس فاكسينال، انا ما كيبقى لي ما نقول. ملي كنشوف المرجع القانوني اللي كنعتمدوا ليه او للعهد الدولي ديال الحقوق السياسيه والمدنيه اللي موقع عليه المغرب في 79، ما بقى لي ما نقول. نحن في وضعيه طوارئ صحيه، خصنا نفهموا هذه القضيه هذه، بالرغم من انه كاين حاله تخفيف وحاله ديال 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 العوده ديال الحياه الطبيعية. المعرض الدولي للكتاب، المكان اللي كيدار فيه المعرض الدولي للكتاب فيه مستشفى ميداني ديال الكوفيد بالضبط، فبالتالي السيد الوزير رأى انه يغير المكان. ما يمكنش نحولوا نزولوا داك لوبيطال اللي راه تما باش يبقى المعرض. فهذا هو اللي كاين. الاعفاءات قال واحد الكلام بانه كاين اعفاءات. العرف، عاود نقول العرف وما نقولش هادشي اللي تعمل في بلادنا. العرف هو انه الدواوين كتمشي مع الوزراء السابقين، هادشي راه كنعرفوه، وانا كنعرفكم كتعرفوا مجموعه ديال المستشارين كانوا في دواوين مشاو، لكن هذا ما دارش، بالعكس بالنسبه لبعض الحالات هناك استقالات، ولكن بعض الحالات طبعا هناك نهايه الخدمه ديال واحد المجموعه ديال المسؤولين في بعض الدواوين واللي عملوها الوزراء السابقين شي حتى الحاليين. فشي كلام على انه محاربه الفساد، شي حد مكلف بمحاربه الفساد، هادشي راه ما كاينش. محاربه الفساد راه عنده مؤسساته الدستوريه والقانونيه واللي كتشتغل عليه واللي متبعه اليوم، فيها النزاهه لمحاربه الرشوه، فيها المجلس على الحسابات الى غير ذلك. واش الوزاره تيفيقوا؟ انا شخصيا تنخرج من الدار 6 ونص، ما كتطلع الشمس حتى 7. تنقول لك كاين الفجر مع 6:24 دقيقة، 7 قال القسم كتطلع الشمس. دونك هذا يوميا، هذا برنامجي يعني الشخصي ديال الرياضة ديالي. فالدخول ما كاين على اعتقد حتى 8، كنتفهم بأنه اليوم كاينة صعوبات عند العائلات وكذا. ولكن هذا الموضوع هذا خصو يتدرس في الشمولية ديالو. بيان سور كنفكروا فيه ومطروح للنقاش. وأنا نقول لك منين غتكون الامكانيه الحكومه راه غادي تمشي في هذا الاتجاه هذا. طبعا الموضوع ديال الاوراش السيد الوزير راه قدم فيه مجموعه ديال الافادات كلها واضحه. تصريح ديال السيد وزير العدل قال تصريح اللي ربما كيدخل في الاختصاصات ديالو، وهو ربما اللي غادي يكون في وضع اللي كيجيب على هذه القضايا بشكل يعني اكبر. ارتباك التواصل مع جميع الوزراء، هذه حكومه راه في عمرها قل من شهر السي القارح 14 اكتوبر تنصبات، درنا قانون الماليه ودرنا الهياكل مع البرلمان ودرنا البرنامج الحكومي قبل منه، واليوم حنا الحمد لله ردينا الندوه الصحفيه في ظرفي. دابا هذه هي الندوة الثالثة التي تنظم بعد الندوة اللي تعملت على مستوى الوزارة العلاقة مع البرلمان بالإمكانيات اللي كانت على، حنا كنشكروا لا ماب اليوم لأنه وفرت لنا هذا الفضاء المريح واللي الحمد لله تنتواصلوا فيه بشكل لائق. الوزارة المكلفة مع العلاقة مع البرلمان كتشتغل على واحد الورش ديال أن مؤسسة الناطق الرسمي، لأنه هذا الناطق الرسمي في التجارب السابقة كل مرة فين كان؟ كان هنا وكان هنا وكان هنا وكان هنا. أنا أشتغل مع الفريق ديالي على مؤسسة هذه المؤسسة هذه.
ملي غتمأسس اكيد غادي يكون عندها واحد المجموعه ديال الروافد على مستوى الوزارات. انا ذاك غادي تكون يعني يعني المعلومه سهله ومتوفره وموجوده. تنتفهم بانكم حتى نتوما مضغوطين وخصكم المعلومه وهذا طبيعي جدا، وتنظرون الى هذه الحكومه على انها حكومه اللي عندها اجابات على اسئله وخصها تغير من مجموعه ديال القضايا. لكن فقط قليل من الوقت غادي نوصلوا، كنا ان شاء الله باش نحققوا هذا المستوى التواصلي الذي يليق بكم ويليق بالحكومه ايضا. المضايقات اللي كتوقع على مستوى بعض الاحتجاجات انا اعتبرها معزوله ومتفرده. الانخراط ديال بلادنا في مسار ديال حقوق الانسان والتوجه ديال بلادنا ديال الحريه ديال حمايه الحريات وحريه التعبير هذا لا تخطئه العين. فشكرا لكم مره اخرى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نجاوب على الباس وغنجاوب على الاسعار. والمتعاقدين الور. بالنسبه للاسعار، طبعا هذا موضوع ديال ثلاثه الندوات. كان هنا وزير الماليه وكان هنا وزير الفلاحه وتكلم على هذا الموضوع الاسعار، وقلنا يجب التمييز بين جوج المستويات. المستوى الاول مرتبط بالاسعار اللي ديال مجموعه المواد اللي حنا تنتجوها محليا. الحمد لله سنه فلاحيه متميزه، ما كاين حتى مشكل، هذه كلها مستقره وكانت موضوع نقاش داخل هذه الندوه. وقلنا المواد اللي غتبقى مدعمه واللي مدعمه هي ثلاثه ومعروفه، هي السكر وهي البيوتان وهي الدقيق. دونك على مستوى بعض الاسعار اللي مرتبطه بواحد المجموعه ديال الدول اللي ما كنتجوهاش واللي كتجي كلها من اسواق، انا تكلمت على الاسباب، قلت الارتباك الواقع على مستوى يعني لي شين دو برودكسيون، قلت المصاريف ديال الشحن اللي ارتفعت، الكونتينر اللي كان كيعمل 4000 دولار اليوم ولا كيعمل 36 و40 الف دولار وما كاينش. قلت ايضا التعافي ديال واحد المجموعه ديال الاقتصاديات اللي ولات كتطلب مواد اساسيه اكبر. قلت التوجه ديال الدول نحو لانها تمتلك مخزون من مجموعه المواد الاوليه، بالاضافه الى ضياع بعض المحاصيل خاصه المحاصيل المرتبطه ببعض المواد بحال زيت المائده، الكولزا، الصويا في بعض المناطق، مما كيدفع بالموردين ديالنا انهم يمشوا لمجموعه الاسواق اللي بعيده وكيطيحوا في هذه المشاكل ديال النقل، وهذا هو اللي انعكس على هذه المواد هذه. وقلت عرفت زياده منذ ابريل الماضي وليس الان، وقلت حنا مسؤولين داخل الحكومه سياسيا وليس اخلاقيا. دونك هذه القضيه ما تنكروهاش. القضيه ديال الباس، راه من غير الباس السي شاكير كون على يقين راه ما نكونوش وصلنا لهذا الشيء اللي وصلنا له اليوم. من غير الفاكسان ما نكونوش وصلنا لهذا الشيء اللي وصلنا له اليوم. 24 مليون اللي عملوا هي اللي يمكننا ان الدول هذه. لكن بالنسبه للبي سي ار ضروري انه يكون مع الباس فاكسينال. الباس فاكسينال اليوم في بلادنا لولوج المؤسسات العموميه وارتياد الاماكن العامه، ولكن منين تخرج بالليل تسافر ما بين المدن ما مطلوبش، لكن منين تجي من بلد لابد من البي سي ار، لابد من بي سي ار، لانه كيكون واحد المجموعه ديال الاختلاطات ديال 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 هاد الناس مع على 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 الارواح وعلى الصحه. بالنسبه للتعاقد، التعاقد هذا الموضوع مطروح فوق طاولة ديال السيد وزير التعليم، وهذا الموضوع هذا يتم مناقشته بشكل دقيق ونوقش داخل مجلس الحكومة، وسوف أيضا نشرك فيه النقابات. وأنا نقول لك نهاية الشهر غتكون فيه أخبار إن شاء الله جديدة ومبتكرة. السلام عليكم.